مرحبا ويسعد اوقاتكم، يا رب تكونوا بخير صحة جيدة. شوفوا المناظر الحلوة هون، هاي اللي بتمناكم دايما معي فيها بهالاجازة هاي تبع الصيف. يعني تمنيت انه اطلع هيك على مشوار يكون ظريف وجو حلو، هيك الواحد يقدر يتأمل او يعمل ريلاكس وهدوء بهالطبيعة الخلابة الحلوة. طبعا رح احاول فرجيكم هون، هذا خليج من الخلجان الموجودة هون بالمنطقة. اذا شايفين شوفوا ما احلى المنظر، هاي من اجمل المناطق هون بشمال اوروبا. جو حلو لطيف، منو بارد كثير، طبعا في قصة برد بس منو بارد كثير للناس اللي عندها يعني حر شديد وجو صحراوي. بتمنى تيجوا هون، بستضيفكم بعيوني واهلا وسهلا فيكم والله. ودايما بتيجي على بيت اخوكم، شوفوا هون هالمناظر هاي ما احلاها. شوفوا الغيم كيف طالع مغطي الجبال هون، وهي الغابات وريحة الغابات. شو بتشموا ريحة شجر السرو، بتشموا العشب الاخضر، حتى العشب المقصوص هون. يعني حسوا الطبيعة هون يعني شيء خلاب جدا. كتير كتير بدي حاول انه اطلع لهون جلسة تأمل، هيك اقعد اعمل ريلاكس ويعني وشوف شلون صمت، مثل ما بقولوا جلسة صمت بدون كلام بدون شيء. بشوف الواحد فيها العجب العجاب، طبعا اكيد بيطلع معه اشياء كتير حلوة، تقرب من الله اكتر. بعتقد هيك يعني ما جربتها قبل بمرة، بس بدي جربها بهيك اجواء يعني مثل هيك. شايفين كيف؟ طبعا تحت في مزارع، اذا وراي هيك بتشوفوا هيك اخر شيء ورا بالبحر مزارع سمك السلمون. هاي مزارع يعني من السمك اللي جودته عالية جدا. ان شاء الله يكون الصوت واضح. وهيك حبيت شارككم بهاللقطات الحلوة، محبتي لكم دايما. وشي تعبان شوي طبعا من الصبح طالعين عم نبرم بالسيارة هيك على مناطق وجبال وخلجان وهيك، وإذا الله راد قريبا رح أطلع بهذا الجو أعمل مثل ما بقولوا صيام على الكلام لثلاث أيام، رح نجرب شلون بيكون إذا الله راد. حبت لكم دايما، ما بنعرف شو بيطلع معنا. ويا رب أيامكم كلها عطر، لأنه لازم أقول عطر، ما بصير يمرق فيديو بدون العطر. حبت لكم بأمان الله.